بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم يا شباب في تاني فيديو الجي اي تي. هنتكلم على الموضوع اللي اسمه جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز. جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز هذه الحاله هي حاله برضو من الحاجات الشائعه. يعني احنا ابتدينا معاك الشابتر بموضوع مهم قوي اللي هو البيبتيك ألسر على اعتبار ان ده حاجه مهمه جدا. ده برضو موضوع شائع جدا وبيصيب نسبه كبيره من الناس، وان كانوا حتى في بعض الناس يبقى عندهم وهو مش مدرك ان الحكايه دي جاسترو اسوفاجيال ريفلكس، عشان كده احنا بنديله سبيشال اتنشن. اما بتيجي ترسم اللور اند اوف ذا اسوفيجاس مع الاستومك، الصح انك ترسمها بالشكل زي ما انا رسمها كده. لازم تعمل الاسوفيجاس كده بينه وبين الفندس اوف ذا استومك اكيوت انجل. الانجل دي اسمها انجل اوف هيس، على بعضهم كده بيشكلوا ما يطلق عليه لور اسوفاجيال سفينكتر. It is not true sphincter. It is not anatomical sphincter زيه زي الانال sphincter والبيلورس. لا، ده هو القصة كلها جاية من الشكل اللي انت شايفه. الشكل اللي انت شايفه ده عامل valve، حاجة زي الفالف لايك ستراكشر، حاجة functional تقدر تعتبرها functional sphincter and not anatomical sphincter. اتفقنا يا بطل؟ وهو الفالف ده اللي زي ما قلت لك الفانكشن بتاعته هي اللي بتمنع الايه ان الجاستريك كونتنت يحصل لها ريفلكس. نرجع بقى للديفينيشن. وات از جاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز؟ ات از ريجرج اوف جاستريك كونتنتس اند اتش سي ال فروم ذا جاستريك كافيتي انتو ذا اسوفيجاس ديو تو ايه اللي حصل؟ انكومبتنس. حصل بدا يفوت الفالف ده، بدا يفوت الجاستريك كونتنتس. ايه اللي يخلي الفالف ده يفوت بقى ويبقى انكومبتنت بالشكل ده؟ ممكن مثلا الاوبيزيتي، الناس الاوبيز دايما عندهم الفالف ده ممكن الفانكشن بتاعته تبقى لوست. ممكن في البريجننسي شائعه جدا. ليه؟ لانه اليوترس الجريفيد يوترس لما يبقى انلارجد ويرفع الاستومك لفوق تقوم الانجل دي تبقى لوست. تلاقي الست الحامل لما يحصل بوشنج اب للاستومك تلاقي الايه المعده عملت كده، وبالتالي ما عادش فيه القصه دي فيحصل لها دايما ريجرج. ودايما الحكايه دي تحصل عند الحوامل كتير قوي، يجوا لك يشتكوا من الايه من الشكوى بتاعت الهارت بيرن والريفلكس ده عشان القصه دي. ممكن نتيجه دراجز مثلا، ممكن نتيجه فايبر، ممكن نتيجه ماسكولار ديزيز. يعني احنا مش هنحلل الاسباب دلوقتي، احنا عايزين بس نشوف شيوع الحاله دي خطورتها والادويه المتاحه عندنا. طيب يا بطل، الحاله دي بقى بتصيب كام في الميه من الناس؟ بتصيب رفلي كده لو انت عملت استيميشن لاي شعب هتلاقي عنده الحكايه دي من 10 الى 20%. يعني من كل 100 بني ادم ماشيين قدامك في 10 بيشتكوا من ريفلكس. حتى وان كانت شكوتهم هم ممكن تبقى ايه الشكوى بسيطه، هو مش داري ان دي ريفلكس. يعني هو ساعات عنده شويه ديسبيبسيا كده بساط، انما هي في الحقيقه ريفلكس. الاعراض بقى لما بتزيد قوي التيبيكال سيمتوم اللي هتيجي او يعني شكوى العين الرئيسيه من كلمه هارت بيرن. بس هارت بيرن يعني ايبيجاستريك، الم في صدره، والالم ده بيرنينج سنسيشن، واكتر ما يكون صباحا. وطبعا انت لما عيان يجي لك يقول لك انا بصحى من النوم على الم في صدري، جايز يخطأ يعني تبقى ميس دايجنوزد مع الانجايدا. كتير قوي يا شباب، واديني بنبهك عشان ان شاء الله لما تتخرج وتفتح عياده كتير هنبهك واقول لك ان الريفلكس ده الحكايه دي بتبقى ميس دايجنوزد مع الاسكيميك هارت ديزيز في كتير من الاحوال. وياما ناس اتشخصوا على انهم اسكيميك هارت ديزيز وفضلوا ياخدوا نيتريت وياخدوا الحاجات دي وهم في الاصل كان عندهم جاسترو اسوفاجيال ريفلكس. بالمره كمان مش هنسى اقول لك انه فرق ما بين كلمه جاسترو اسوفاجيال ريفلكس اللي انا بشرحها دي وما بين كلمه ريفلكس اسوفاجايتس. اما بتقول ريفلكس اسوفاجايتس هي نفس الحاله، بس كان كلمه ريفلكس اسوفاجايتس ات از ا كومبليكيشن. يعني ايتس دي معناها ان الاتش سي ال من كتر ما طلع هنا في الاسوفاجس عمل دامج للايه للميوكوزا بتاعه الاسوفاجس وعمل كرونيك انفلاميشن. فلو عمل الحكايه دي يبقى اسمها ريفلكس اسوفاجايتس. وطبعا منطقي جدا لانه الاسوفاجس الميوكوزا بتاعته ما هياش مهيئه، يعني ربنا مش محضرها لانها تستحمل الاتش سي ال. ربنا خالق المعده تستحمل اتش سي ال لان زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات المعده لها انظمه حمايه كتير، من ضمنها الميوكس ومن ضمنها البايكربونات ومن ضمنها حاجات كتير. انما الاسوفاجس مش مهيئ للحكايه دي، فلما الاتش سي ال يخرج واللور اند اوف ذا اسوفاجس تتعرض للاتش سي ال هيحصل التهاب مع الوقت بقى والانفلاميشن،
ومش بس كده، ده ممكن كمان الميوكوزا مع الوقت تتغير، بدل ما هي سكويموس ايبيثيليوم تلاقي الميوكوزا بدأت تبقى كولامنر، تبقى زي الميوكوزا بتاعت الاستوبك. وطالما الحكاية دي حصلت يسموها بارت اوسوفيجس، بارت ميوكوزا. بارت ميوكوزا ده معناها ان حصل اللي ايه التشينج ده، وده بري كانسرس، يعني ده حاجة مش كويسة. ممكن بقى تقلب مع الوقت بايه، بممكن يعني اقله هيحصل اوسوفاجيال ستريكشر، فايبروزز وستريكشر، وممكن تقلب بكانسر. اتفقنا؟ طيب ليه الدامج اكتر الصبح؟ يعني ليه العيان بيجي يشتكي دايما شكوته بتبقى هارت بيرن؟ انا قلت لك ان اكتر حاجه بتبقى الصبح، لان موست دامج اوف ذا اوسوفاجس الاتش سي ال لما بخرج اكتر مع السوباين بوزيشن. يعني لو ده العيان نام اهو طول الليل وهو نايم، المعده والاوسوفاجس ان ذا سيم لاين، فيبقى سهل جدا الاتش سي ال بالجرافيتي يخرج على الاوسوفاجس. وطول ما العيان نايم اهو مش داري، اهو رايح في النوم، يبقى الدامج بيحصل والإيروجن بيحصل وهو رايح في النوم، هيفوق الصبح على السيفير هارت بيرن وهذا البين. ولذلك دايما ايه pay attention لكلمة ايه البيرنينج سنسيشن اللي بيجي in the morning ده. طبعا الانفستيجيشن بتاعتنا هتبقى غالبا الحالة دي بتتشخص بالاندوسكوب، يعني اكتر حاجة تشخصها. طبعا الهيستوري بيفيدك في حاجات كتير قوي، انما لو عايز تتأكد ابعت العيان ده يعمل منظار. المتخصص في المناظير اول ما يدخل الاندوسكوب هيعرف على طول ان المنطقه دي انكومبتنت، ويبتدي ايه يعمل ويشوف بقى كمان بالمره هل في مشاكل في الاستومك ولا لا. المهم انك في الاخر هتوصل للتشخيص. وخلونا بقى نتكلم في الحلول. يعني الحلول اللاينز اوف تريتمنت اللي عندنا هي لن تخرج عن 1 2 3. نمره 1 عندنا شويه نصايح نقولها للعيان تحت بند لايف ستايل موديفيكيشن. لايف ستايل يعني شويه نصايح اقول لك عليهم دلوقتي. 2 ما نفعتش النصايح نبتدي ندي أدوية. 3 ما نفعتش الأدوية نبتدي نبعت بقى، لو في الحالة لو المسألة بقى سيفير يعني نبتدي نبعت العيان يعمل عملية يسموها نسن باسم الراجل اللي وصفها فاندوبلايكيشن. احنا طبعا مش بتوع جراحة وإتز نوت أور جوب ان انا اقعد اشرح لك الجراحة هتبقى ازاي، لكن فاندوبلايكيشن دي بسرعة كده يعني عشان لو سمعت الاسم ده، الراجل ده وصفها في السبعينات، في اوائل السبعينات، وبدات تبقى مشهوره العمليه دي. بيجيب الفندس ده يلف الجزء ده كده، يلف وياخده كده يعني ايه ما اعرفش بقى تترسم ازاي، ممكن اوري لك صورتها حالا. يعمل ايه، يجيب الابر اند اوف ذا فندس بالشكل اللي انت شايفه ده ويلفه حوالين اللور اند اوف ذا اسوفاجس وياخد غرز بالطريقه دي. والعمليه دي اسمها نيسن فاندوبلايكيشن، لكن مش هنلجأ لها زي ما قلت لك الا في الحالات السيفير. خلونا بقى نتكلم، طبعا اتز نوت اور جوب وعايزين نخرج بره القصه دي. تعالى نتكلم على اول بند من البنود اللي هو اللايف ستايل موديفيكيشن. انا قلت لك انه موست دامج اوف ذا اوسوفاجس، ودايما الاعراض بتبقى الصبح اكتر، لانه ديورنج سليب ديورنج سوباين بوزيشن الاستومك مع الاوسوفاجس ان ذا سيم لاين، فيطلع الاتش اس ال يعمل لنا المشكله دي. فبننصح العيان نصيحه ذهبيه وبتبقى مريحه في كتير من الاحوال، نقول له عدل وضع السرير اللي انت نايم عليه. السرير انت عارف ان العيان لو مثلا بينام على السرير دي اسمها هيد اوف ذا، يعني ده لو ده كده المخده هنا والعيان بيبقى قاعد السرير كده بالشكل ده، المنطقه دي ده اسمه هيد اوف ذا بيد. ما تقولش للعيان نام على مخده عاليه، لان كلمه نام على مخده عاليه دي غلط. يعني انت لو قريت في كتاب كلمه سليبنج اون هاي بيلو دي غلط، لان سليبنج اون هاي بيلو يعني يحط مخدة عالية تحت رقبته، ده هيجي له ديسك برولابس، سيرفايكال ديسك برولابس، انت كده بتدمر له فقرات الرقبة عنده. انما لا، ما تعملش الحكاية دي. انت تيجي على تقول للعيان من فضلك تيجي على الهيد اوف ذا بيد، ارفع لي اللي احنا بنسميها باللغة بتاعتنا يعني يقول لك شباك السرير. ارفع لي شباك السرير بأي بلوك مثلا طوله حوالي 20 سنتيمتر، من 15 ل 20 سنتيمتر. هو حل بسيط جدا، اما بترفع الشباك السرير بمقدار 20 سنتي يقوم شكل السرير يتعدل، يبقى شكل السرير عامل كده، فيبقى العيان نايم بهذا الشكل، يقوم رقبته ما يحصلهاش مشكله، ما يحصلش ديسك برولابس، وفي نفس الوقت انت خدت الغرض اللي انت عايزه، ان برضو ان كده ما عادش الاتش سي ال يخرج بالايه بالجرافيتي ويزيلك الاسوفاجس، والعيان هيصحى الصبح ما عندوش الهارت بيرن اللي قلت لك عليه. يبقى اول نصيحه بنقولها بنقول تعديل الشكل بتاع الايه البيد، elevation of head of the bed بمقدار 20 سم to avoid damage of the esophagus at night. ده واحد.
اثنين، نمرة اثنين في النصايح نقول له ويت ريدكشن، لأن اتضح أن معظم الناس اللي بيجي لهم ريفلكس أوسوفاجيتس دول الناس الأوبيز. الأوبيزيتي is one of the major risk factors for this condition، فيبقى لازم الإكسرسايز والرياضة والويت ريدكشن. نمرة ثلاثة نقول للعيان بقى أرجوك ابعد عن كل الحاجات اللي بتزود الـ HCL، عامل نفسك معاملة البيبتك ألسر، يعني اعتبر نفسك عندك بيبتك ألسر ونفس النصايح اللي قلناها في البيبتك ألسر تعيدها تاني، يعني ما تاكلش الحاجات السبايسز وتبعد عن السموكينج والألسروجينيك دراجز والإنسيدز وكل هذا الكلام. نمرة أربعة من ضمن النصايح ما تلبسش تايت كلوزز، ما تلبسش حزام ضيق جدا على البطن، لأن في ناس مثلا يبقى هو أوبيز وعايز يداري شكل مثلا البطن عنده، فتلاقيه يلبس إيه لبس ويقصد أنه يلبس حاجات ضيقة جدا. التايت كلوزز اللي قلتك عليها دي لما تضغط على البطن، طمعه طبيعي جدا لما تضغط على البطن يبقى ده بريدسبوز ان الجاستر كونتنت، انت كده بتزود الريفلكس، يبقى تو افويد. الاربع نصايح دول اهمهم هي النصيحة الاولانية بتاعه، وابسطهم بسيطة، نصيحة بسيطة وبتحل المشكلة. عارف بقى لو جالك ام سي كيو وبيسألك بيقول لك الوقت احسن او يعني المين لاين اوف تريتمنت للحالة اللي اسمها جيرد دي، وبيخيارك يقول لك لايف ستايل موديفيكيشن ولا ادويه ولا جراحه ولا مش عارف ايه، في الاخر قول له يا باشا احسن حاجه اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني ده يعني ذا موست امبورتنت لاين اوف تريتمنت هو اللي احنا بنقوله ده النون دراج ثيرابي. كل الكلام ده بقى لو ما نفعش او يعني لقيته مش جاي، يعني النتيجه بتاعته مش مرضيه قوي او الحاله كانت شديده، ابتدي ادخل بقى على الادويه اللي عندنا. الدراج ثيرابي اللي عندنا، عندنا مش هنخرج عن ثلاث حاجات هنديها للعيان. اول حاجه ادي له حاجه للاتش سي ال، لان انت قضيتك دلوقتي مش الجاستريك كونتنت مش الاكل، انت قضيتك الاتش سي ال هو اللي عامل لك الدامج اوف ذا ايه لوور اند اوف ذا اسوفجس، فانت يا اما تمشي العين على اتش تو بلوكر اللي احنا شرحناها بالتفصيل المره اللي فاتت، او على بروتون بامب انهبيتور. ولو انت عايز رايي ورايي يعني الاغلب اللي احنا يعني الغالبيه ماشيه هي البروتون بامب انهبيتور، يعني ده الستاندرد تريتمنت. العيان ده بيمشي على حباية كل يوم من الأوميبرازول 20 ملي جرام، إيه خلاص بيمشي عليها يعني طول ما هي تتمنع الحكاية دي ما عادتش بتجيله. يبقى الستاندرد دراج ثيرابي هو البروتون بامب انهبيتور، وده أهم لاين اوف تريت. لو أنت بتتكلم على الأدوية، لو إحنا بنتكلم جوه فصيلة الأدوية، فيبقى أهم دواء هياخده العيان هو البروتون بامب. نمرة اتنين هياخد غير الموضوع الاتش سي ال ده، هياخد حاجة زي الفوار كده أنتسد يعني، بس انتاسيد مخصص للحاله دي مش الانتاسيدز بتاعه البيبتيك ألسر. المره اللي فاتت في الفيديو اللي فات شرحت لك انواع من الانتاسيدز وقلت لك ان دي بتستخدم في البيبتيك ألسر وفيها حاجات فيها صوديوم بايكربونيت وكالسيوم كربونيت ومش عارف ايه. المره دي بقى احنا عملنا انتاسيد مخصص للحاله اللي اسمها جيرد. هذا الانتاسيد اسمه التجاري جافيسكون. ايه بقى الجافيسكون ده؟ الجافيسكون ده عباره عن تركيبه من اربع حاجات. جابوا حاجه اسمها الجينيك اسيد، والالجينيك اسيد ده ماده طبيعيه مستخلصه من السي ويدز. السي ويدز اللي هي الاعشاب البحريه، الماده دي طالعه منها. اتنين حاطين كمان في نفس التركيبه ده صوديوم بايكربونيت، محطوط معاهم مغنيسيوم تراي سيليكيت، ونمره اربعه الومنيوم هيدروكسيد. واحده واحده كده عشان لو ممتحن مسكك يعني ايه اصطادك في حاجه زي دي. والله الجينيك اسيد هو ده المد، هو ده المين كونستيتوان، ده اللي بيشتغل، ده هو ده القصه كلها. الالجينيك اسيد ده ماده زي الجل، ماده كده ايه انرت جل لايك ماتيريال. في وجود الصوديوم بايكربونيت لما الشخص يبقى واكل مثلا وبعدين ياخد معلقه الجافيسكون، ادي الجاستريك كونتنت اهي، الجافيسكون الالجينيك اسيد مع الصوديوم يكون ماده اسمها صوديوم الجينيت. الصوديوم الجينيت دي ماده فيري ستيكي، عامله بالظبط زي الكاوتش زي الرابر، اتز رابري ماتيريال بالظبط زي اللبان، كانك زي عارف اللبان لما يسيح كده اهو ده الصوديوم الجينيت. كمان ال HCO3 ده بيطلع CO2 بابل، والسي او 2 بابل بتساعد ان الايه الحاجات تعمل رغوه يعني تعمل اكسبانشن. فالشوي المعلقه الصغيره اللي بتاخد او المعلقه اللي بتاخدها من الدواء تنزل مع الجاز بابل تعمل لك حاجه زي الرافت اللي هي الرغوه دي. الرغوه دي بتبقى فيري فيزيد ماتيريال ستيكي ماتيريال، تقوم تقفل اللور اند اوف ذا اسوفاجس. يبقى فعلا الماده اللي اشتغلت عندك وعملت الرافت لايك او الرابري ماتيريال اللي ساعدت على ان اللور اند اوف ذا اسوفاجس تتقفل هي الصوديوم الجينيت.
انما هو ليه حاطط مغنيسيوم ترايسيليكيت وليه حاطط الومنيوم؟ هما دول انتاسيد برضه، هما دول هيساعدوا على ان الايه يحصل رابيد ريليف اوف سيمتوم، يبقى الهاي يبقى العين مش هيحس بالهايبر اسيديتي او هتختفي من عنده يعني اضافه. انما هو يعني تلفت نظرك المغنيسيوم مع الالومنيوم، لان المغنيسيوم انا قلت لك المره اللي فاتت انه اي حاجه فيها مغنيسيوم بتعمل دايريا لو انت فاكر، والالومنيوم بيعمل كونستيبيشن. فلو ممتحن قال لك هو حاطط دول ليه مع بعض، قول له عشان لو المغنيسيوم عمل دايريا ده الالومنيوم يعمل ايه، يعادل الافكت فما يحصلش تشينج اوف باول هابت. يبقى الجافس كون كده انا بقوله كده عشان اخلص منه يعني، يبقى على بعضه كده انا ديني حللت لك الاربع مركبات اللي فيه. المادة الفعالة اللي بتشتغل بجد واللي عليها الشغل كله هي الالجينيك اسيد دي اللي انا شرحتها لك، اللي بتعمل رافت لايك ماتيريال او فيري فيزيد لايك فوم، فوم يعني رغوة بتقفل اللور اند اوف ذا اسوفجس. واقول لك كمان اضافة، ده هي مش بس بتقفل اللور اند اوف ذا اسوفجس، ده كمان بتحسس العيان بالشبع. يعني العيان او الشخص اللي عنده جاسترو اسوفجيال ريفلكس ده ننصحه ياكل اكل بسيط، نقول له ما تتقلش قوي في الاكل، وبعد الاكل خد معلقه الجافيس كون ده. يوم لما هتعمل الرافت لايك ماتيريال والايه والفيزيت فوم اللي بقول لك عليه ده، منها هتقفل اللور اند اوف ذا اسوفجس، ومنها هتحسس العيان ان معدته اتملت ومليانه، فايه ما يحسش انه جعان. تعالى بقى نتكلم على، احنا دلوقتي قلنا هندي للعيان حاجه الاتش سي ال ده واحد، اتنين هندي له جافيس كون نمشي عليه نقول له والله يبقى خد معلقه بعد الاكل هتساعدك. نمره التلاتة هنمشيه على حاجه من عيله اسمها بروكاينيتك دراجز. بروكاينيتك دراجز، عايزين بقى نقف عند بروكاينيتك دراجز دي لان احنا اول مره نسمع عنها، وهو معظم الفيديو معظم الشرح يعني هيبقى منصب على كلمه بروكاينيتك دراجز دي. تعال بقى نمسح السبوره ونشرح الكلام ده بالتفصيل. كلمه بروكاينيتك دراجز دي، بروكاينيتك باي ديفينيشن مينز ا دراج ذات انكريز motility of the upper GIT. اختصار شديد جدا، ما حد يقول لك عرف لي ايه هي بروكاينيتك دراج. بالمناسبه احنا في الفارما مش ممكن نسالك في تعريف مرض، يعني انا مش وظيفتي اقول لك عرف لي ألسراتيف كولايتس يعني ايه، لا، لان ده شغل بتوع البطنه. انما انا وظيفتي اقول لك عرف لي الدواء كلمه بروكاينيتك يعني ايه، لان ده something related للدراج. فهذا الديفينيشن ممكن يجي لك في الامتحان بدرجه وتبقى انت مش متوقع، يقول لك ايه وات از او ديفاين ايتش اوف ذا فولوينج تيرمز، ومن ضمنها كلمه بروكاينيتك. بروكاينيتك باي ديفينيشن ات از ا دراج ذات انكريز موتيليتي اوف ذا ابر جي اي تي، ويسرع الجاستريك ايفاكيويشن كويس، من غير ما يبقى له تاثير واضح على اللور جي اي تي. لان انت لو اولا كلمه ابر جي اي تي يعني احنا بنيجي على الديودينم كده بنعتبرها لاند مارك، ما فوق الديودينم اسمها ابر، ما تحت الديودينم اسمها لوور جي اي تي. لو كان الدواء هيشتغل على اللوور جي اي تي يبقى انت خرجت من الديفينيشن بتاع البروكاينيتك، لانه الدواء اللي هيشتغل على اللوور جي اي تي يبقى هيعمل دايريا، وطالما عمل دايريا يبقى لاكساتيف. لاكساتيف يعني دواء بيزود الموتيليتي اوف ذا لوور جي اي تي، ويبقى الدواء اللي بيشتغل على اللور جي اي تي افضل انك تستخدمه لعلاج الكونستيبيشن. يبقى احنا من فضلك خليك دقيق في ايه وانت بتوصف. بروكاينيتك معناها دواء بيزود الموتيليتي اند انهانس جاستريك ايفاكيويشن. موتيليتي فين؟ اوف ذا ابر جي اي تي اند انهانس جاستريك ايفاكيويشن، سرع الايه من المعده، الاكل ما يركنش في المعده كتير. انما ما يبقالوش تاثير واضح على اللور جي اي تي زي ما قلت لك، لانه لو اشتغل على اللور هيبقى هيخرج بقى من الديفينيشن ويتحول لكلمه لاكساتيف ويبقى استخدامه في الكونستيبيشن. طيب مين هم بقى عيله البروكاينيتك؟ انا عندي البروكاينيتك دراجز اربع كلاسز، ممكن بقى دي تجيلك كده في امتحان تحريري يقول لك كلاسيفاي بروكاينيتك دراجز وكلمني على الميكانيزم اوف اتش كلاس. نمره واحد انا هعدهم وبعدين ايه نتقل قوي في الكلام على دواء او اتنين منهم. اول كلاس في البروكاينيتك العيله اللي بيسموها 5 HT4 agonists. 5 HT4 agonists هو دواء او ثلاث ادويه، واحد اسمه موسى برايت، اثنين سيسا برايت، ثلاثه رينزا برايت. ثلاثه برايت دول موسى برايت، سيسا برايت، رينزا برايت، التلاتة دول بينبهوا السيروتونين ريسبتور. النوع رقم كام ارسمها لك بالاحمر عشان ما تنساش، سيروتونين ريسبتور رقم 4. وانا فاكر مرة ان احنا في فيديو اتكلمنا على السيروتونين ريسبتور بانواعها، كانوا 7 انواع وكل نوع كان له سب تايبس،
وجيت على النوع الرابع ده، انا فاكر قلت لك ان النوع الرابع ده موجود في الجي اي تي، هذا مكان، وكمان موجود في الهارت، هذا النوع من الريسبتور سيروتونين ريسبتور ده هنا وهنا. والله الادويه دي لما بتشغل الريسبتور اللي هو 5HT4 في الجي اي تي يقوم يزيد الاسيتايل كولين ريليز في الانتريك نيرفس سيستم. انت عارف ان اللي بيحرك الجي اي تي، الضفيره اللي بتحرك الجي اي تي اللي هي الانتريك نيرفس سيستم، فيزيد الريليز اوف اسيتايل كولين، وانت عارف ان الاسيتايل كولين ده هو ده اللي بيحرك الجي اي تي، فيقوم الموتيليتي تزيد. بس لحسن الحظ هذا الريسبتور اللي اسمه 5HT4 موجود في الايه، في المنطقه بتاعه الابر جي اي تي اكتر من اللور، علشان كده الادويه دي شغاله ابر مور ذان لور، هي لها افكت صغير على اللور جي اي تي انما شغلها اكتر على الابر. الادويه دي بقى فيها مشكله، زي ما قلت لك الريسبتور موجود هنا وموجود في الهارت، فاتضح بقى ان الادويه اللي هي السيروتونين اجونست دي بتروح كمان تنبه 5HT4 ريسبتور اللي في الهارت، ولما يتنبه الريسبتور ده يقوم يطول الكيو تي انترفال في رسم القلب. وانا قلت لك مره بقى لما الكيو تي انترفال تطول يقوم العيان ده يبقى بريدسبوزد للسيريس تايب اوف اريزميا، يبقى تبقى هايل. لو كنت فاكره كان اسمه تورساد دي بوانت، لو انت فاكر تورساد دي بوانت. وانا قلت لك ان الادويه اللي بتعمل بتطول الكيو تي انترفال احنا بنقلق منها وبنصنفها تصنيف كده يعني ايه مش لذيذ، بنحطها في لسته كده اسمها تورسادوجينيك دراجز، اللي هي ممكن تعرض العيان لسنكوب ومشاكل كبيره جدا وممكن يحصل كاردياك اريست بسببها. ده اللي خلى بعض الادويه تخاف من العيله دي من ولدرجه ان السيسابرايد ده ما عادش موجود، يعني ده خلاص ما عادش مش هتلاقيه. لو سالت عليه يعني كتير قوي من الدول حظرت استخدامه. الرينزابرايد نادر لو لقيته، هو بس اللي شويه ما زال موجود الايه الموسابرايد لانه بيشتغل على الجي اي تي ولسه ما فيش ريبورتس عنه انه عمل مشاكل في الهارت، انما الله اعلم جايز بكره ولا بعده يحصل ريبورتس عن الموسابرايد ويحصل اخواته وكمان يتمنع. عشان كده هتلاقي الكتاب عندك ما تكلمش كتير عن العيلة دي، يعني جاب سيرتها بس كده وسكت، لانه عارف انها بتعمل مشاكل على الهارت والاريزما اللي اسمها تورساد دي بوانس اللي قلتك عليها. نمرة اتنين في العائلات بتاعة الادوية، تاني عيلة من البروكاينيتك، العيلة اللي هتقفل دوبامين ريسبتورز، يسموها دوبامين ريسبتور بلوكرز. دواء اسمه ميتوكلوبراميت ودواء تاني اسمه دوم بيريدون. هستأذنك بس ان احنا نخلي العيلة دي نتكلم عنها، هي دي اللي احنا اللي هتاخد الشرح كله، فانا هستأذنك ان انا يعني ادخل في العيلة اللي بعدها عشان نخلص منهم، لان هم دول موضوعنا، هم العيلة اللي اسمها الدوبامين بلوكرز دي اهم حاجة فيهم. نمرة ثلاثة في البروكاينيتك دراجز عشان نخلص منهم، الدواء كان زمان احنا شرحناه في الاوتونوميك نيرفس سيستم كان اسمه بيثانيكول. البيثانيكول ده يا شباب يا ريتك تبقى فاكره، ده كان مشروح في الاوتونوميك تبع الاسيتايل كولين، واحنا بنشرح اسيتايل كولين يوم هقول لك ان الاسيتايل كولين شورت اكتنج وبتكسر بسرعه وكل يعني معظمها سايد افكت ما بنستخدموش، انما عملنا منه بدائل سميناها كولين استرز، او الكولين استرز بقى دي وان اوف ذا موست امبورتنت كولين استرز بيستخدم اللي هو البيثانيكول ده. البيثانيكول يتميز عن الاسيتايل كولين انه ما بتكسرش بالكولين استريس، فله لونج ديوريشن اوف اكشن، وبيروح ينبه المسكارينيك ريسبتور تايب 3 تحديدا، اكتر شغله على تايب 3 ده، يروح ينبهها في الجي اي تي. وكان لو انت فاكر بقى وكان ومعلم هو كان برضو شغال على اليورينري سيستم، وكان ينفع برضو يحرك اليورينري بلادر، وكان الدواء ده بنستخدمه بوست اوبرتيف للناس اللي عندهم يورين ريتينشن. بس البيثانيكول هو ايوه لو انت اديته هيروح ينبه مسكارينيك ام 3 ويحرك المعده ويفضيها ويريح العيان، انما للاسف ات از نوت سيلكتيف، يعني الدواء ده هيروح يشتغل على الابر واللور بنفس القدر، فهيدخل العيان مننا في دايريه، هيجي له دايريه وابدومينال كوليك. وبالتالي البيثانيكول رغم انه على الورق متصنف بروكاينيتك، لكن محدش فينا في العيادات بيكتبه، يعني البيثانيكول ده ما بيتكتبش للحاله الايه اللي عندهم جيرد، لا ما بيتكتبش، انما هو متصنف. يعني لو جالك سؤال يقول لك مين هم البروكاينيتك، كل واحد 2 3 4 من ضمنهم البيثانيكول، انما كلينيكالي وبراكتيكالي ما بيستخدمش لانه زي ما قلت لك ات از نوت سيلكتيف. نمره 4 مضاد حيوي اسمه اريثرومايسين. الاريثرومايسين ده من عيله اسمها ماكرولايتس، ان شاء الله
يجي لنا فرصة نشرح بقى الكيموثيرابي ونشرح لك الانتي بايوتيك والعائلات بتاعتها. وهتبقى في عيلة مشهورة قوي اسمها عيلة الماكرولايدز. الماكرولايد من ضمنها دواء اسمه اريثرومايسين، هم أربعة: اريثرومايسين، كلاريثرومايسين، روكزيثرومايسين، وازيثرومايسين. الاريثرومايسين ده لقيناه بالصدفة، بالصدفة كده بيشتغل على ريسبتور هنا في الابر جي اي تي اسمه موتيلين ريسبتور. ومن الاسم كده موتيلين جايه من موتيليتي. لما بتروح تنبه الريسبتور ده في الابر جي اي تي يقوم يزيد الحركيه بتاعه الايه ابر جي اي تي، يقوم المعده تفضى بسرعه، يقوم الاكل ما يركنش، يقوم ما يحصلش ريفلكس. بس العيب بقى طبعا بتاع الاريثرومايسين لقيناه انه يعني بيحصل توليرانس بسرعه جدا. يعني تديه النهارده يشتغل يريح العين كويس قوي، بكره ما يشتغلش، بيحصل فيري رابيد توليرانس. فالناس قالوا طيب احنا نخليه بقى للحالات الطوارئ سنجل كده، يعني اما تكون انت عايز تفضي المعده لاي غرض، يعني افرض قبل مثلا عايز تعمل ايه اندوسكوب، اندوسكوب اللي هو المنظار، فعايز تفضي الايه تدي دواء بسرعه كده يحرك المعده ويفضيها بسرعه، ممكن تستخدم الاريثروميسين انجكشن اي في، يقوم يعمل بروكاينيتك افكت وانس كده وتعمل المنظار ودمته، شكرا متشكرين. انما مش هتمشي العيان عليه. يعني في الحقيقه بقى كده انت لو جالك سؤال يقول لك مين هم البروكاينيتكس، هتعد على الورق اربعه اهو، الاربعه هم: سيروتونين ريسبتور اجونست، دوبامين بلوكرز، البيثانيكول، والاريثروميسين. انما في الحقيقه احنا طيرنا منهم كده ثلاثة ما يعني مش كتير بيستخدموا لعيوب، هعيد لك تاني مرة عشان أأكد عليك المعلومة. العيلة بتاع السيروتونين أجونست احنا كرهناها لأن هم بيعملوا تورساد دي بوانتس اللي هي الأريزميا، لأن بينبهوا الريسبتور ده في الهارت، فاستخدامهم مش كتير. البيثانيكول نون سيلكتيف، بيعمل دايريا وأبدومينال كوليك، فما بيستخدمش كتير. الإريثروميسين بيحصل له التوليرانس بسرعة جدا، فما تقدرش تمشي العيان عليه. يبقى ريسية البروكاينيتك بقى معانا في العيادات على مين؟ على العيلة التانية اللي اسمها دوبامين ريسبتور بلوكرز، اللي هم الدوايين المشهورين جدا اللي ما فيش امتحان بيخلو منهم، اللي هو الميتوكلوبراميد والدومبريدون. خلونا بقى نفضي الصبورة ونشرح بقى الاتنين دول، لان هم دول اللي بيستخدموا بجد احنا بنمشي العيانين عليهم. ناخد اول واحد فيهم واشهرهم اللي هو ايه الميتوكلوبراميد. ميتوكلوبراميد اول واحد من العيله اللي اسمها ايه دوبامين ريسبتور بلوكرز، اوعى تغلط بلوكرز. ميتوكلوبراميد ده من اشهر الادويه، ده بدا يعني اكتشف 1964، وبعدين بدا يستخدم على نطاق واسع في السبعينات، يعني بعدها ب10 سنين. الميتوكلوبراميد ده بقى ايه قصته والميكانيزم بتاعه ايه؟ ده مهم قوي وانت بتذاكر، الله يخليك ده مهم. الميتوكلوبراميد ده يروح يقفل دوبامين ريسبتور، يقفل اهو شوف، يقفل دوبامين ريسبتور. دوبامين تحديدا هو نون سيلكتيف، بس اكتر ريسبتور الدوبامين رقم 2. انا بس عايز اقف وقفه صغيره عند كلمه دوبامين ريسبتور اللي بتتقفل دي. الدوبامين ريسبتور، لو انا بسالك هو الانتريك نيرفس سيستم، هو الجي اي تي عندنا فيه دوبامين؟ الاجابه طبعا. طب والدوبامين ده محسوب على انهي سيستم، على السيمباثيتك ولا الباراسيمباثيتك؟ لا، محسوب على السيمباثيتك. الدوبامين هو الاب الروحي بتاع الادرينالين والنور ادرينالين. طب والادرينالين والنور ادرينالين والدوبامين والسيمباثيتك عموما بيعملوا ايه في الموتيليتي؟ بيقللوا الموتيليتي. يعني الدوبامين ريسبتور إذا وجدت في الجي اي تي فهي بتقلل الموتيليتي لأنها تبع السيمباثيتك سيستم. يبقى أنت لما بتقفل دوبامين ريسبتور أنت كده بتزود الموتيليتي بس بطريق غير مباشر. يعني أنت دلوقتي بتحيد الدوبامين، بما إن الدوبامين انهبيتوري فبتقول له من فضلك إيه كفى الله، يعني متشكرين منك، مستغنيين عن خدماتك، أنت انهبيتوري وإحنا دلوقتي عايزين نزود الموتيليتي، فمن فضلك اركن أنت على جنب. فايه اذن الميتوكلوبراميد بيمنع الانهبيتوري افكت اوف دوبامين على الجي اي تي موتيليتي، ادي اول ميكانيزم له. خد بالك بقى، كنا نتمنى من الميتوكلوبراميد انه يشتغل سيلكتيف على الجي اي تي، يعني يروح يقفل دوبامين ريسبتور في الجي اي تي وناخد منه هذه الميزه الحلوه انه ايه انه هيزود الموتيليتي بالشكل ده. انما للاسف هيروح يقفل دوبامين ريسبتور كمان في البرين،
ويعمل لنا شويه مشاكل هنتكلم عنها حالا بعد شويه. افتكر بقى دلوقتي ان الميتوكلوبرامايد بيقفل الدوبامين ريسبتور بريفرال يعني في المعده ستومك وكمان سنترال، وسنترال دي هنحط عليها العلامه الاكس دي معناها ان حاجه غير مرغوبه. نمره 2 في الميكانيزم بتاع الميتوكلوبرامايد بيروح كمان بالمره ينبه الريسبتور اللي اسمه 5HT4 اللي انا لسه حكي لك عنه حالا، اللي كانوا بيشتغلوا عليه العيله الاولانيه اللي اسمها سيروتونين ريسبتور اجونست، بينبه يعني كان الميتوكلوبرامايد دواء 2 في 1، هو بلوكر على الدوبامين واجونست على السيروتونين. فلما ينبه الايه الريسبتور ده اللي هو 5HT4 يقوم زي ما قلت لك يقوم يزود الاسيتايل كولين، يعمل نفس العيله اللي فاتت، يزود الاسيتايل كولين ريليز فيزود الايه الموتيل، كانه بيزود الموتيليتي بطريقتين، مره لما راح قفل دوبامين ريسبتور ومنع الانهيبيتوري افكت اوف دوبامين على الموتيليتي، ومره لما راح زود الاسيتايل كولين ريليز فيا ذا سيروتونين ريسبتور تايب 4. فانت دلوقتي هتقول لي الله، طب ما العيله اللي فاتت احنا كرهناها عشان الحكايه دي، كانوا بينبهوا سيروتونين ريسبتور واتضح انه بيروحوا يعملوها في الهارت وعملوا لنا اريزميا، فهل الميتوكلوبرامايد بيعمل نفس القصه؟ هقول لك ان هو بينبه هذا الريسبتور بس بتاثير ضعيف جدا، ما هوش زي العيله اللي فاتت. اذا تاثيره على الهارت مش هيبقى زي العيله اللي فاتت، وان كان بقول وان كان اهو في طراطيش كلام كده على الميتوكلوبرامايد والدواء اللي بعده على ان هم فعلا في كيس ريبورتس عن ان هم برضو طولوا الكيو تي انترفال نتيجه ان شغلهم على الريسبتور اللي اسمه 5HT4 ده، اما اشتغلوا اهي برضو في كلام دلوقتي في قلق من الحكايه دي. يبقى كده ده الميكانيزم بتاع الميتوكلوبرامايد از بروكاينتك، لسه ما خلصناش. نمره 3، الدواء ده دوبامين بلوكر، وانا قلت لك ان الدوبامين بلوكر بريفرال وسنترال. من ضمن المناطق اللي هيروح يقفلها في البرين في هنا في منطقه هنا في المضلة اوبلونجاتا اسمها فوميتنج سنتر، في منطقه كده لو انت شاطر في الهيستولوجي وفي الاناتومي في منطقه في هنا في البرين ستيم اسمها اريا بوستريما، الاريا بوستريما دي اللي فيها الفوميتنج سنتر وفيها دوبامين ريسبتور. فلما الميتوكلوبراميد يقفل دوبامين ريسبتور هنا يقوم يبقى له انتي اميتك افكت، فدي تضاف للميزات بتاعته. ماشي كده يا بطل. طيب تعال بقى نتكلم على الميتوكلوبرامايد، يعني انت في عيادتك هتستخدمه ايه الحالات اللي ممكن انت تضطر للميتوكلوبرامايد. نمره 1 زي ما قلت لك الناس اللي عندهم اللي احنا موضوعنا اللي بنتكلم عنه اللي هو الجرد ديزيز، جاستروسوفاجيال ريفلكس ديزيز، الناس اللي فشل معاهم شويه النصايح وحكايه انه يرفع السرير والكلام ده ما نفعتش معاه، هتمشي على الميتوكلوبرامايد قرص يوميا مساء. التابلت بتاع الميتوكلوبرامايد يونيفرسال على مستوى العالم، التابلت من 5 إلى 10 ميلي جرام، واسمه التجاري مشهور جدا اسمه بريمبران، حتى انت ممكن تكون عارف الاسم التجاري ده، وبالمناسبة ده هو اسمه البريمبران، الاسم ده ما تغيرش من الستينات، يعني الدواء اكتشف 1964 وتقدم للماركت باسم بريمبران ومن يومها ما تغيرش الاسم ده. فهذا البريمبران القرص فيه من 5 إلى 10 ميلي جرام، بنوصفه للعيانين دول قرص بالليل قبل ما ينام. هتسألني شمعنا قبل ما ينام، هقول لك لأن أنا اتفقت معاك إن most damage of the esophagus دايما الـ HCL بخرج من المعدة والعيان نايم، يبقى يصح إن أنت تدي للعيان ده الدواء قبل ما ينام عشان تضمن إن معدته تفضى، ما يبقاش فيه أكل راكن، يقوم حتى لو نام يقوم ايه ما يبقاش في HCL يخرج لها. ادي نمره 1. نمره 2 هو الدواء بعد شويه هقول لك انه بيعمل كلمه سيديشن، من ضمن مشاكله او الادفيرس افكت ان هو بيخليك عايز تنام، يبقى الصبح يبقى مش مناسب لان الصبح هيبقى العيان عايز ينام ونام على نفسه، يبقى الاوقع انك تكتبه قرص مساء قبل النوم. اتفقنا؟ ادي اول استخدام. الاستخدام الثاني الناس اللي عندهم حاجة اسمها ديابيتك، يعني مرضى السكر، جاسترو باريسز. كلمة باريسز الكلمة المصغرة من كلمة باراليسز، باراليسز يعني شلل، إنما باريسز يعني كسل. مرضى السكر كتير قوي من مرضى السكر يشتكوا إن عندهم كسل في المعدة، معدته مش شغالة كويس، فتلاقي يعني إيفاكيويشن بتاعها بطيء، فتلاقي العيان يجي لك يقول لك يا دكتور أنا باكل، مرضى السكر دول، يا دكتور أنا باكل وبحس بديسبيبسيا، بحس ان الاكل واقف في معدتي،
اهو كلمه الاكل واقف في معدتي دي نقول عليها جاسترو باريسز او كسل في المعده. طب وايه اللي عامل كسل في المعده؟ ان مرضى السكر عندهم حاجه اسمها نيوروباثي. نيوروباثي يعني التهاب في الاعصاب، وممكن يبقى اوتونوميك نيوروباثي والمعده ما بتشتغلش كويس. طيب ما ده برضو من باب اولى انه هيستفيد من الميتوكلوبرامايت لانه هيتعشى وبعدين، او يعني هو المفروض الدواء بيتاخد قبل الاكل، يعني ياخد الدواء وبعدين بعد ربع تلت ساعه ياكل يضمن ان الاكل ما يركنش في معدته وما يحسش بالديسبيبسيا دي. يبقى ده تاني مريض هيستفيد منه. تالت مريض بيفور اندوسكوبي. بيفور اندوسكوبي يعني قبل المناظير. تخيل يا اخي انك انت ان شاء الله طلعت مثلا دكتور متخصص جهاز هضمي وتخصصك اندوسكوبي يعني مناظير. اما تيجي تعمل اندوسكوب لعيان، الاندوسكوب ده يعني ان شاء الله كده اما تستخدمه يعني هتلاقي حاجه يعني تيوب قريبه من القلم ده كده يعني، او يعني تقريبا حاجه كده. العيان هيبلع التيوب دي وبعدين تنزل في الاستومك تعمل فيجواليزيشن تشوف بالكاميرا بتاعتها، وبعدين ممكن تنزل تحت وتشوف. يعني مشكله الاندوسكوب ان هو اول حاجه انت ما تعرفش تعمل اندوسكوب لعيان واكل، فانت بتقول للعيان صوم، لان منطقي جدا هو انت هتنزل باندوسكوب يعني في وسط اكل هتشوف ايه يعني، فمبدئيا. انما انا قضيتي بقى دلوقتي ان انت احيانا بتضطر تعمل اندوسكوب لعيان في ايمرجنسي، يعني الوقت انت لازم مضطر تعمل اندوسكوب والعيان ما فيش فرصه يصوم، ممكن يكون في مشكله هو العيان واكل قبلها بنص ساعه دلوقتي وانت مضطر تعمل له اندوسكوب، فيبقى من يصح انك تدي ايه البرمبران ده او الميتوكلوبرامايد بالانجكشن اي في، يقوم على طول يعمل بروكاينيتك افكت ويعمل جاستريك ايفاكيويشن، يقوم ايه الفيلد يفضى، فانت تقدر تنزل اندوسكوب وتشوف كويس. ده واحد. اثنين، يعني انا بعد لك دلوقتي لو ممتحن بيقول لك ايه فايده الميتوكلوبرامايد في الاندوسكوبي، وزي ما قلت لك احنا عندنا نمط من الاسئله اسمه جيف ذا ريزون، يعني قول السبب. فدلوقتي ادا واحد اثنين، هو الاندوسكوب ده لما تيجي العيان تقول له ابلع من فضلك كده الاندوسكوب وتنزل ايه، الله، هو انت الطيق ان في حاجه تلمس السوفت بلت؟ جرب كده ان ده يا اخي ده مجرد انك انت بس تسمع ان في حاجه تدخل بقك كده انت على طول يحصل لك حاجه اسمها جاجنج ريفلكس. جاجنج ريفلكس اللي هو فوميتنج. طيب ما هو الدواء انتي اميتك، ما هو بالمره كمان مش بس بيفضي المعده، وانا قلت لك انه قفل دوبامين ريسبتور في الفوميتنج سنتر، فيقوم يمنع الجاجنج ريفلكس او على الاقل هيساعد ان العين ما يجيلوش فوميتنج. ادي نمره 2. ازود لك كمان نمره 3 اللي انت جايز مش واخد بالك منها. انا لسه قايل لك ان من ضمن الادفيرس افكتس بتاعته انه بيعمل سيديشن. طيب ما دي كويسه، لان كلمه سيداتيف افكت دي كويسه للعيان اللي بيعمل منظار، يعني كان بدل انا ما اديله انا مهدي انا من بره. طيب ما هو الدواء نفسه بيخلي العيان مش فايق قوي، بيخليه يعني في حاله كده من الايه سومنولنس، من النعاس. كان دلوقتي الميتوكلوبرامايد اصبح له ثلاث فوائد للمرضى او للشخص اللي بيعمل اندوسكوب. نمره 1 انهانس جاستريك ايفاكيويشن، وبالتالي بيفضي الفيلد للاندوسكوب. 2 انه له انتي اميتك افكت فيمنع الجاجنج ريفلكس. نمره 3 انه هو له سيداتيف افكت. طيب نمره 4 في الاستخدامات، انا لسه بتكلم في الثيرابيوتيك يوزز اوف ميتوكلوبرامايد. نمره 4 بيفور ايمرجنسي سيرجري، قبل العمليات. طبعا انت لما تطلع جراح وتيجي تعمل مثلا هتعمل عمليه لعيان، دايما ايه قبل ما نبنج اي عيان في الدنيا قاعده عندنا كده نقول للعيان صوم قبلها ب 12 ساعه، لانه العيان لو ما كانش صايم وكان الجست وكان واكل قبل ما يتبنج ممكن يروح في يعني يبقى انافيسايزد واللي يحصل ريفلكس وهو رايح في البنج ورايح في النوم، الجاستريك كونتنتس تخرج من الاستومك على الاسوفجس، وبعدين وكونه نايم فمش ما عندوش التحكم اللي عند الانسان اللي هو الالرت. انا دلوقتي لو طلع الجاستريك كونتنتس من على الاسوفجس انا عندي بروتكتيف ميكانيزم تخليني الجاستريك كونتنتس تخرج على بره يحصل لي فوميتنج، انما العيان اللي متبنج لا ما عندوش البروتكتيف ميكانيزم ده، فممكن لو حصل ايه ان الجاستريك كونتنتس دي خرجت من الاسوفجس تقوم تدخل على التراكية، دخلت على التراكية تقوم عامله حاجة بيسموها اسبيريشن نيومونيا.
اسبيريشن هي الحركه اللي بقول لك عليها دي، ان الجاستريك كونتنت تخرج من ايه، يحصل لها ريفلكس ثرو ذا اسوفاجس وتدخل على التراكيه. دي حاجه خطيره جدا، وده اللي بيخلينا دايما ناكد على العيانين ان هو ممنوع العيان يتبنج ولا ايه ولا يدخل عمليه الا اذا كان صايم. حلو كده، اديني بقول لك الايه الكلمتين دول ليه بقى، لان انا دلوقتي بضطر احيانا ابنج عيان وما عنديش فرصه انه يصوم. يعني مثلا سي عيان او شخص مثلا عمل حادثه، هو كان واكل وبعدين عمل حادثه بعدها بنص ساعه ودخل مستشفى الطوارئ، وانا دلوقتي مضطر ان انا اعمل له اكسبلوريشن، لازم افتح بطنه واشوف. طب هبنجه ازاي وهو معدته مليانه اكل؟ طب ما هو ده هيحصل له اسبيريشن نيومونيا. يقوم الدكتور الشاطر بقى يقوم يدي للمريض ده حقنه ايه، البرمبران اي في، تقوم تعمل له جاستريك ايفاكيويشن، يقوم ما يحصلوش الريفلكس ده وما يحصلوش الاسبيريشن نيومونيا اثناء البنج واثناء الايه، اثناء السيرجري. اتفقنا؟ نمره خمسة والاخرانيه، انا قلت لك ان هو انتي اميتك، فالبرمبران بيستخدم بجانب كونه بروكاينيتك في الحالات اللي احنا قلناها دي، يستخدم كمان از انتي اميتك في الحالات المختلفه نتيجه اي حاجه. يعني مثلا افرض ان انا برجع نتيجه فيبرايل إلنس، يعني عندي انا حرارتي ارتفعت وبرجع، يسموها كده فيبرايل فوميتنج، ماشي ينفع. افرض ان انا برجع نتيجه دور برد، ينفع. افرض ان انا برجع نتيجه ان انا خدت ادويه والادويه عامله لي نوجا اند فوميت، ينفع. افرض بقى ها ده اللي افرض ان في ست حامل وبترجع، الست الحامل اللي بترجع ده الترجيع اسمه فوميتنج اوف بريجننسي، ات از كومون، في ناس ستات كتير قوي اثناء البريجننسي يرجعوا، خصوصا في الايه، في الفيرست تريمستر، في الشهرين الاولانيين. هل الميتوكلوبراميد ينفع؟ هو متصنف الاف دي ايه مصنفاه كلاس بي، بريجننسي كاتيجوري كلاس بي. اما تسمع كلاس بي يعني يعتبر ريلاتيفلي سيف، ريلاتيفلي سيف يعني مفيش خوف منه، مفيش قلق منه، ممكن حتى تديه زي ما قلت لك لايه، لبريجننت، وان كان ان في بعض الناس بيتخوفوا منه. ولما نيجي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي اكلمك على الفوميتنج، هعد لك الادويه المختلفه اللي بتستخدم في علاج الفوميتنج، وهكلمك تحديدا على الفوميتنج اوف بريجننسي والادويه اللي تنفع فيه. افتكر دلوقتي ان البرمبران او الميتوكلوبراميد هو مش غلط، مش خطا ولا حاجه، وان كان في حاجات افضل منه في البريجننسي. اتفقنا؟ دي الايه الاستخدامات. نيجي بقى للجانب السيء من الايه، او الوش الوحش من الميتوكلوبراميد، او اللي احنا بنسميها الادفيرس افكتس. ادفيرس افكتس اللي هي الايه، الاعراض الجانبيه، كلها هتيجي يا بطل من ان الميتوكلوبراميد راح قفل الدوبامين ريسبتور في الايه، في البرين. يعني كل مشاكله هتيجي من هنا. يا ريته اشتغل على الدوبامين ريسبتور في الجي اي تي، كان يا ريته، انما هو للاسف بيروح يقفل دوبامين ريسبتور كمان سنترال. هتقول لي ما انا استفدت منها الحكايه دي، اقول لك انا موافقك، انت استفدت انك ايه، قفلت الدوبامين ريسبتور هنا في الفوميتنج سنتر، فاصبح الميتوكلوبراميد اهو كمان انتي اميتك. انما ما تنساش بقى ان احنا عندنا هنا منطقه مهمه جدا اسمها بيزال جانجليا، دي فيها دوبامين، كويس، وانت ناوي تقفله. وعندنا منطقه هنا مهمه جدا في البرين اسمها ليمبيك سيستم، وفيها دوبامين، وانت هتقفله. وعندنا كمان البيتويتري جلاند، ده تالت مكان اهو، فيها دوبامين، وانت هتقفله. يبقى احنا كده عندنا تلات اماكن في البرين ممكن الميتوكلوبراميد يعمل لك مشاكل عليهم. نمسك واحده واحده. ده وقفل دوبامين ريسبتور للاسف راح سنترال ولطش في الاماكن دي. البيزا الجانجليا يا بطل دي مسؤوله عن ما يطلق عليه اكسترا بيراميدال موفمنت. اكسترا بيراميدال موفمنت اللي هي الفاين موفمنت، يعني انت النهارده لما بتيجي عضلات وشك، الفاين موفمنت الاكسبريشن بيسموها ماسلز اوف اكسبريشن، عضلات الوجه دي كلها معظمها بتتحرك، التحكم فيها من هنا من البيزال جانجلي، دوبامين ده. لما تيجي مثلا تعمل عمليه حاجه دقيقه بايديك، تيجي مثلا تلضم ابره، لضمه الابره دي اكسترا بيراميدال. اما تيجي تناول نفسك تشرب كوبايه شاي وتظبط الكوبايه بالظبط على بقك فما تدلدقش عليك، دي اكسترا بيراميدال. اما ان شاء الله ربنا يفتح عليك وتطلع سيرجن وتطلع جراح، ايدك دقيقه قوي عشان الاكسترا بيراميدال، كل ده الدوبامين اللي ايه اللي بيعمله. لما انت بقى تيجي النهارده تدي لنا ميتوكلوبرامايد وللاسف يروح يقفل الدوبامين في الايه، في البيزا الجانجليا، فانت هتعمل لنا اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن. هيظهر على العيان ايه بقى؟ هيظهر عليه عده اعراض، من ضمنها اللي هقوله ده،
اول حاجه هيجي له حاجه اسمها اكافيزيا. اكافيزيا يعني العين بيبقى مش على بعضه، يبقى ريستلسنس، تحس انه قاعد مش يعني مش قاعد هادي زيك كده، تحس انه يقعد على الكرسي وبعدين يقوم وبعدين يروح عند التلفزيون يفتح التلفزيون ما قافل. دي اسمها اكافيزيا. ليه؟ لان انت قافل الدوبامين ريسبتور اللي بتتحكم في الاكسترا بيراميدال موفمنت. ادي حاجه. اتنين، يحصل انا قلت لك انه الفيشيال ماسل دي اكسترا بيراميدال كلها، فيحصل ابنورمال موفمنت في الفيشيال ماسل. تلاقي العين مثلا فجاه شفته اتعوجت، لسانه اتعوج، جفن عينه مثلا عينه اتقفلت او مش او عين بتتفتح، يعني في ابنورمال فيشيال موفمنت والعيان مش ان اوير، مش قادر يتحكم فيها. يعني انت ممكن انت تبص للعيان كده فانت تخاف منه، تخاف من شكله، او تحس انه بيبص لك بصه مش مظبوطه. يعني هو في الحقيقه مش قاصد، هو الحكايه انك قافل الدوبامين ريسبتور في البيزال جانجليا فانت عامل له القصه دي. بقى اسمها ايه؟ اسمها ديستونيا. ديستونيا معناها abnormal movement of the facial muscle of expression. لكن ما تقلقش لانها ريفرسبل، يعني مجرد ما العين يبطل الدواء خلاص تروح الحكايه دي. عارف بقى المشكله الكبرى ايه في الثالثه اللي انا هاجي اكلمك عنها دي؟ اسمها ديسكاينيجا. ديسكاينيجا معناها زي الديستونيا بالظبط، لكن الفرق الوحيد انها الريفرسبل. يعني ديستونيا وديسكاينيجا الاثنين معناهم abnormal facial movement، انما الاولانيه ريفرسبل ما تخافش منها، الثانيه بقى دي ملعونه، دي لو حصلت الريفرسبل. تخيل بقى ان في دواء راح ضرب الايه البيزال جانجليا وعمل المشكله دي للعيان، يفضل طول عمره عنده abnormal facial movement مش قادر يتحكم فيها، وممكن تبقى خطيرة جدا. ممكن العين تيجي له مثلا ان لسانه يتعوج وما عادش يعرف يعني، او نص وشه يحصل كانه في باراليسس وهكذا، فدي خطيرة. او ساعات تحصل في عضلات الرقبة يحصل المشكلة فيها، فدي اذا حصلت بتبقى حاجة فيري فيري دينجرس. وانا شخصيا لو بنصحك وبقول لك ان اخطر سايد افكت من اللي هنقوله كله جه في ام سي كيو، اختار له كلمة ديسكاينيجا دي لانها الريفرسبل. بس هي لحسن الحظ ما بتحصلش الا لو استخدمت الدوبامين بلوكرز لفترات طويله تتجاوز الثلاث شهور وبجرعات عاليه، وتحصل اكتر في كبار السن. يعني دي شروطها، ان يبقى لارج دوز مع لونج بيريود مع اولد ايج. انما كل ده برضو كل ده يخلي الدول او يخلي الاف دي اي او يخلي المنظمات الصحيه في العالم توصيك وتقول لك لما تستخدم ميتوكلوبراميد لعيان يستحسن مش اكتر من 3 اسابيع. يا ريت ما تستخدموش اكتر من المده دي، لان الديسكاينيجا دي فرصتها اكتر عند بعد 3 شهور اذا استخدمت الدواء لمده تتجاوز ال3 شهور. نمره 4 في الاكسترا بيراميدال مانيفيستيشن، الرعشه اللي ممكن تيجي لك في ايدك اللي اسمها باركنسونيزم. يبقى انا عديت معاك دلوقتي 4 حاجات اسمهم اكسترا بيراميدال مانيفيستيشن. اكافيزيا معناها ريسترسنس، ديستونيا معناها abnormal facial movement لكنها reversible، ديسكاينيجا abnormal facial movement لكنها irreversible وبتحصل مع اللونج بيريود وخطر جدا، الباركنسونيزم اللي هي رعشه الايد، وقلت لك لو جالك ام سي كيو العن حاجه واختارهم واللي بتخوفنا هي الديسكاينيجا دي، واللي بنخليك تقول نقول لك ونوصيك ما تستخدمش الدواء اكتر من المده اللي على السبوره اللي هي 3 اسابيع. ندخل في تاني مشكلة. قلت لك انه هيقفل الدوبامين ريسبتور في الليمبك سيستم. الليمبك سيستم ده دي مش منطقة في البرين، مش اريا كده معينة ادخل فيها او يعني اقول لك ان دي اسمها الليمبك سيستم، لا ده هي اسوشيشن اريا، يعني جاي لها انبوت من اكتر من مكان، مسؤولة عن الانتجريشن ما بين الايموشن والتخيلات والعواطف وغيره وغيره. اما بتقفل الدوبامين ريسبتور في المنطقه بتاعه الليمبك سيستم دي، العيان بيجي له حاجه اسمها بلانتد ايموشن، فيعمل لك كلمه بلانتد ايموشن والترد كونشسنس، يعني العيان يبقى دايما عايز ينام على نفسه طول النهار طول ما هو قاعد كده. يبقى ده تاني مشكله. تالت مشكله هيعملها لما يقفل الدوبامين ريسبتور في الايه في البيتويتري جلاند. اول ما تقفل الدوبامين ريسبتور في البيتويتري جلاند وبيعلى الهرمون اللي اسمه برولاكتين. البرولاكتين ده لما يعلى بقى يبتدي يعمل مشاكل، ممكن يعمل جلاكتوريا ويعمل جاينيكوماستيا ويعمل انفيرتيليتي وله مشاكل كتير.
يبقى اذا نلخص الكلام ونقول ان الميتوكلوبراميد جميع مشاكله جات من كونه بيعدي البلاد برين بارير. كنا نتمنى انه يقفل دوبامين ريسبتور في الجي اي تي ويشتغل بروكاينتك ونخلص، انما هو تجاوز حدوده بكونه راح للبرين قفل دوبامين ريسبتور في اماكن مهمه جدا اللي هي البيزا الجانجليا واللمبك سيستم والبتويتري، وعمل لنا الاعراض الجانبيه اللي انا قلت لك عليها دي. قبل ما اسيب الميتوكلوبراميد بنزعل قوي بقى من الاطباء اما بيجوا يتخرجوا ونلاقي الروشته بتاعته مثلا كاتب لعيان في الروشته بتاعته كاتب له ميتوكلوبراميد لان العيان مثلا عنده ريفلكس او عنده او واتيفر وكاتب معاه اتروبين. طيب ما هو كده ما ينفعش، لان الميتوكلوبراميد انت مديه عشان يزود الايه الموتيليتي اوف ذا ابر جي اي تي، والاتروبين ده انتي كولينرجيك، ده بيقلل الموتيليتي، ده بيعرض ده بيدخل العيان في ريفلكس. اي دواء يقلل الموتيليتي يعرض العيان لريفلكس ديزيز، فانت ممنوع تكتب الاثنين دول بينهم انتاجونيزم، فما يصحش ابدا تعمل الغلطه دي. الغلطه الثانيه برضو اللي مش عايزينك تعملها ان شاء الله لما تتخرج، ما تكتبش ابدا اثنين دراجز بيقفلوا الدوبامين ريسبتور مع بعض، نيفر، اوعى تعملها. هتدرس معانا في السي ان اس ان شاء الله عيله من الادويه اسمها انتي سايكوتيك دراجز. الانتي سايكوتيك كلها ادويه بتقفل دوبامين ريسبتور في البرين، كويس، لاغراض هنبقى نشرحها لك ان شاء الله. فيبقى دلوقتي اذا كنت انا قلت لك ان الميتوكلوبرامايد احنا بنخاف منه علشان كونه بيقفل دوبامين ريسبتور في البرين بيعرضني للاكسترا بيراميدال مانيفيستيشن اللي انا شرحتها لك، يبقى من باب اولى ما تخلطوش ابدا مع اذر دوبامين بلوكر، اذروايز هتاخد منهم توكسيك سينرجيزم. يبقى اذا خلطته مع اتروبين انت خدت منه انتاجونيزم يلغوا بعضهم، اديته مع انتي سايكوتيك انت خدت توكسيك سينرجيزم وعرضت العيان اكتر للاكسترا بيراميدال مانيفيستيشن والحاجات الخطيره اللي احنا قلنا عليها. وخد بالك من السؤال اللي اسمه جيف ذا ريزون اللي انا بقول لك عليه، يقول لك ليه ما تديش فلان مع فلان عشان الاسباب دي. ندخل بقى على الدواء الثاني اللي بعده نقوله باختصار كده. دلوقتي لو انا سالتك ايه يعني معظم الحاجات اللي زعلتك من الميتوكلوبراميد، اظن دلوقتي بقى الكلام واضح، يعني معظم الحاجات اللي زعلتني من الميتوكلوبراميد او ميتوكلوبراميد كونه بيعدي البلاد برين بارير وكونه عمل لنا المشاكل السنترال اللي احنا من ساعتها بنشرح فيها دي. قاموا العلماء اقترحوا بعد ما اخترعوا الميتوكلوبراميد قالوا طيب ما انا عايز اخترع دواء ياخد ميزات الميتوكلوبراميد اللي هي البريفرال ونتجنب موضوع انه يعدي بلاد برين بارير عشان ما يعمل لناش المشاكل بتاعه الايه البيزا الجانجليا ولا الليمبك سيستم ولا البيتويتري. فاخترعوا الدواء اللي اسمه دومبيريدون. يبقى ده تاني دواء من عيله اللي اسمها دوبامين بلوكر. احنا عندنا عيله كبيره جدا اسمها دوبامين بلوكر، بس انا بكلمك النهارده في الفيديو ده على دوايين بس من العيله دي اللي هم الدوايين اللي بيستخدموا في الريفلكس ديزيز، لكن انا عندي دوبامين بلوكر اخرى كتيره جدا لها استخدامات تانيه في امراض اخرى. يبقى ده تاني دواء التوأم الاصغر او الاخ الاصغر للميتوكلوبرامايد. عارف الفرق الجوهري بينه وبين الميتوكلوبرامايد ايه؟ كونه ما بيعديش البلاد برين بارير. يبقى الدومبريدون ده كونه ما بيعديش بلاد برين بارير يبقى مش هيعمل لنا الادفيرس افكتس اللي عملها الميتوكلوبرامايد، انما تعالى بقى نتكلم على الميكانيزم بتاعه. طيب هو دوبامين بلوكر شغلته اكتر على الجي اي تي، يعني هو بريفرال سواء جي اي تي ابر او لور، بات ات از بريفرال، مالوش سنترال مانيفيستيشن. طيب اتنين، هل هو بيزود الاسيتايل كولين زي الميتوكلوبرامايد؟ الاجابه لا، هو ما بيزودش. افتكر معايا ان الميتوكلوبرامايد كان بروكاينيتك بميكانيزمين. الميتوكلوبرامايد راح مره قفل دوبامين ريسبتور وزود الموتيليتي، وراح مره اشتغل على ريسبتور اسمه 5HT4 ريسبتور وزود الاسيتايل كولين ريليز، كويس. الدومبريدون دوبامين بلوكر، انما هو مش قوي قوي على السيروتونين ريسبتور، جايز يكون بيشغلها برضو بس مش قوي زي الميتوكلوبرامايد. اذا عايز اقول لك ان هو بالمقارنه بالميتوكلوبرامايد هو اضعف منه. الميتوكلوبرامايد بروكاينيتك اقوى من الدومبريدون في القوه، يعني هو اقوى منه. طيب هل هو انتي اميتك زي الميتوكلوبرامايد؟ الاجابه يس. انت هتقول لي يس منين بقى ان شاء الله اذا كنت انت بتقول لي ان الدواء ما بيعديش بلاد برين بارير؟ طب يبقى انتي اميتك ازاي؟ هجاوبك واقول لك هو المنطقه اللي بتعمل فوميتنج فين؟
اسمها الاريابوستريما اللي في المضله، صح؟ الاريابوستريما دي لاي اوتسايد ذا بلاد برين بارير، يعني الدواء ممكن يطولها وفي نفس الوقت ما بيكونش بيعدي بلاد برين بارير. يبقى الميتوكلو اللي هو الدومبريدون دوبامين بلوكر، ما بيعديش بلاد برين بارير بوت ات كان بلوك دوبامين ريسبتور ان ذا اريا بوستريما، لان دي بيلو ذا بلاد او اوتسايد ذا بلاد برين بارير. اتفقنا؟ كاني عايز اقول لك ان الدومبريدون خد الميزتين بتوع الميتوكلوبرامايد، كونه انتي اميتك وكونه بروكاينيتك، لكنه ما خدش الادفيرس افكتس بتاعته. اتفقنا؟ لكن برضو عشان نقول اللي لنا واللي علينا، هو انتي اميتك وبروكاينيتك لكنه اضعف كتير من الميتوكلوبرامايد. لو عايز تعمل مقارنه بسيطه ما بين الميتوكلوبرامايد والدومبريدون، المقارنه اللي في الكتاب دي اللي بتيجي كتير قوي في الامتحانات، فهي سهله قوي. هتحط هنا يا بطل الميتوكلوبرامايد، وهتحط هنا الدومبريدون، وهتحط هنا الكومباريزون بوينتس اللي هتقولك عليها. مساله البلاد برين بارير مين بيعدي؟ ميتوكلوبرامايد بيعدي، انما ده بريفرال اونلي، ات از بريفرال دوبامين بلوكر، وبالتالي الاكسترا بيراميدال سايد افكت تحصل مع ده ما تحصلش مع ده. بالنسبه للانتي اميتك افكتس والبروكاينيتك افكتس، ده ياخد ثلاث نياشين، يعني قوي جدا، ده ياخد نشان واحد لانه اضعف منه كبروكاينيتك وكانتي اميتك. اخر حاجه بقى عايز انبهك لها، الدومبريدون النهارده انت يعني تتخيل بقى كده وانت قاعد انه دواء خالي من الاعراض الجانبيه، الحقيقه دي مش الحقيقه. الدومبريدون النهارده فيه كلام كتير عليه، بدا كده طراطيش كلام ان الدومبريدون عمل لبعض الناس انواع خطيره من الاريزميا، طول الكيو تي انترفال عند بعض الناس، وطالما طول الكيو تي انترفال نحطه في الليسته بتاعه التورسادوجينيك دراجز. تورسادوجينيك يعني ممكن يعرض العيان لتورساد ديب وانتس اللي احنا اتفقنا عليها وقلناها اكتر من مره. هو السؤال بقى، الدومبريدون بيطول الكيو تي انترفال ليه؟ هو ماله ومال الهارت؟ ده اللي بيخلينا بقى النهارده، يعني دي لسه ده شغل في ناس شغاله النهارده في المعامل على النقطه دي. هو ليه بيطول كيو تي انترفال؟ هل هو له علاقه بالايه؟ بالريسبتور اللي اسمه السيروتونين ريسبتور 5HT4؟ طب واذا كانت له علاقه قويه بالشكل ده، امال ليه هو بروكاينيتك اضعف من الميتوكلوبرامايد؟ ولا هل هو بيقفل انواع معينه من البوتاسيوم تشانل في الهارت؟ عايز اقول لك في الاخر انا مش هشغلك بالقصص دي لانها ريسيرش بوينتس، انما ان حد سالك في الامتحان هل الدومبريدون خالي من الاعراض الجانبيه، اقول له لا. خيبه الميتوكلوبرامايد على السي ان اس، والدومبريدون اصبح الخيبه بتاعته والكلام الكتير عليه ان هو على الهارت وبيعمل المشكله دي على الكيو تي انترفال.